Yeah. نقلنا لكم مشاهدينا الكرام وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحاديه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس. إذن هي علاقات تاريخيه متميزه وتعاون مثمر عابر للحدود. تلك اهم سمات العلاقات المصريه القبرصيه منذ عام 1960 عندما تبادل البلدان العلاقات الدبلوماسيه. العلاقات المصريه القبرصيه تتسم بابعاد متعدده وباستراتيجيه وامنيه واقتصاديه تستمدها من الخصائص الجيوسياسيه لموقع مصر وقبرص الجغرافي والاستراتيجي ايضا ثم من طبيعه العلاقات المصريه القبرصيه ومسيراتها التاريخيه بكل انماط التعاون والتفاهم لصالح البلدين والاستقرار في المتوسط والشرق الاوسط كما تستمدها من الشراكة الجديدة التي انطلقت بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة في مجالات الاقتصاد والتعاون والاستثمار ثروات البحر المتوسط على نحو يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق كل منهما اهلا بكم. علاقات صداقة تاريخية تجمع مصر وقبرص شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا. تجسد في تبادل قادة البلدين الزيارات فضلا عن تدشين آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة ونيقوسيا إلى جانب اليونان. على الصعيد السياسي وفي إطار التزام البلدين بمواصلة تقوية أواصر الصداقة، اتخذت مصر وقبرص خطوة مهمة في طريق تحقيق مزيد من الزخم فدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي في سبتمبر من عام 2021 الاجتماع الاول للجنه المشتركه العليا بين البلدين لتصبح اطارا لمتابعه مسارات التعاون الثنائي على اعلى مستوى. هذا الزخم السياسي كان نتاجا لسنوات شهدت عقد العديد من القمم في اطار اليه التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص الى جانب اليونان التي استضافت مصر اول قمه لها في عام 2014. ومنذ عقد اول قمم التعاون الثلاثي اخذت العلاقات بين مصر وقبرص في التطور الملحوظ، فكانت الآليه بمثابة انعكاس ايجابي على العلاقات بين البلدين من حيث تكثيف مسارات العمل المشترك. وعلى الصعيد الاقتصادي كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر الماضي عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2020 لتسجل 164 مليون و800 الف دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019 وارتفع قدرها 77.2% كما سجلت قيمه الصادرات المصريه لقبرص 153 مليون و900 الف دولار خلال عام 2020 مقابل 47 مليون و800 الف دولار خلال عام 2019 بنسبه ارتفاع قدرها 222% بالمئة بينما بلغت قيمه الواردات المصريه من قبرص 10 ملايين و900 الف دولار خلال عام 2020 مقابل 45 مليون و200 الف دولار خلال عام 2019 بنسبه انخفاض قدرها 75.9% مصر وقبرص لم تخفلا تطوير علاقتهما الاجتماعيه اذ رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اطلاق مبادره العوده الى الجذور التي استهدفت توثيق تلك العلاقات وجاءت كرساله موده وروح طيبه من جانب مصر تجاه كل من عاش على ارضها وترك اثرا وارثا انسانيا علاقات راسخه وقويه تنشد التنميه والتطور والازدهار وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم وتعمل من اجل تثبيت دعائم الامن والاستقرار وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحده في المصير والهدف لشعبي مصر وقبرص اذن تشهد العلاقات المصريه القبرصيه زخما كبيرا ليس فقط على المستوى الدبلوماسي والسياسي ولكن ايضا في مجال الاقتصاد والاستثمار بشكل يحقق مصالح كلا الطرفين